متابعينا الكرام، أهلا وسهلا إلى البودكاست اليومي. كتب ناشر ورئيس تحرير موقع لبنان الكبير الأستاذ محمد نمري يقول: إنها مصادفة غريبة أن يترافق انهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت مع الذكرى الثانية لأكبر انفجار غير نووي في التاريخ فجر قلب العاصمة عصر الرابع من آب 2020، بحيث أبت هذه الصوامع أن تبقى شامخة في عزها، فيما أهالي الضحايا مكسورو الخاطر وكأنها تقول إن الحجر أرحم من البشر في التعامل مع بعضهم البعض. لكن الأغرب أيضا أن يتزامن خروج الوزير السابق ميشيل سماحة ناقل المتفجرات السورية من سجنه بعد انقضاء مدة محكوميته التي وصلت إلى 13 سنة سجنية، ما يعادل 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، أن يترافق مع الذكرى الأليمة بحيث ربط اللبنانيون بين مشهد انهيار الإهراءات وأصوات الطقطقة الناتجة عن التصدع والغبار والنيران المشتعلة داخلها ورائحة المحتويات المحترقة، وبين مشهد اعتقال سماحة في آب 2012، باعتبار أنه في ذلك اليوم نجا لبنان وأهله من طقطقات وتصدعات إنسانية وربما طائفية ومناطقية وغبار ودخان أسود على مدى الوطن، لأن المتفجرات التي كان ينقلها سماحة من سوريا إلى لبنان كانت غايتها استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين. من جهته كتب الراجح معتبرا أن قصة الأزلام هي قصة كل حاكم في هذا العالم قديما أو حديثا، شرقا أو غربا، كان له أي الحاكم أو معه دائما زلم يسمى زلمته، حينا بمدير الشرطة وحينا آخر بمدير المباحث. وفي بلاد الفرنجة وبعد عصر ميكافيلي كثر الأزلام فتعددت ألقابهم، صار فريق منهم يعرف بالهامس وفي لبنان يعرف بالمستشار، وهو الشخص الزلمي الذي يهمس الهمس الأخيرة في أذن الحاكم. ومنذ أيام العباسيين كان لكل خليفة 100 أو 200 من النوع الهامس أو الراوي، وفي عصرنا الحديث المخبر المأجور، وهذا النوع الأخير أي المخبر المستشار يهمس بطريقته في أذن الحاكم ساعة يشاء. وقد أجاد الأديب جرجي زيدان في وصف هذا الجو وخساساته وسفالاته في قصته الشهيرة السلطان عبد الحميد. أما ونحن نترقب خروج أبرز الأزلام من سجنه اليوم، وأقصد الزلم ميشيل سماحة، فكان لابد من التفكير بأنواع الأزلام ومستوياتهم. فمنهم من يسلي ليحصل على الأموال أو الهبات لبعض قطع الأرض، ومنهم من هو العكس كميشيل سماحة، فهذا الزلم من الصنف الغليظ المغرور معدوم الكفاءة غني الأحقاد. وهذا الأهم، بدورها رأت هدى علاء الدين أن شهر آب افتتح أيامه الملتهبة في لبنان على وقع استحقاقات بالجملة سترسم مسار المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، على الخريف يحمل في طياته انفراجات انتظرها اللبنانيون طويلا، أسابيع الشهر الفائت لم تحمل معها أي جديد، فبقيت الأزمات على حالها تحاكي واقعا مريرا لم يخرقه سوى استقرار العملة الأجنبية الناتج عن الدولار الاغترابي، وتمديد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 على الرغم من ملامسة الدولار عتبة 30,000. أما الدوري فقال: أنا دائما ضد المؤسسة العسكرية، لا أحب الانضباطية ولا المناقبية ولا التراتبية، ضد التضحيات بالدم وأكاليل الغار والنجوم، لم أحب حتى لعبة عسكر حرمية الولادية. وأضاف: نادرة هي الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأن العسكريتارية تتواءم مع الديمقراطية، فائضة هي الدلائل على أن الدكتاتوريات هي الابن الشرعي للعقل العسكري المرصوص. وأضاف: سنة بعد سنة كنا ننجرف أكثر نحو آتون جهنم، انقلبت حياتنا رأسا على عقب ودخلنا في مرحلة العائلة الحاكمة للجمهورية اللبنانية،
الصهر والبنات والعون على امتداد الوطن. الآن نريد مخلصا من حكم المخلص. تغيرت الظروف ولابد من تعديل القناعات. أصبحت موافقا على حكم العسكر. عسانا نخرج من هذه الفوضى العظيمة، لكن كيف لنا أن نفرح إذا خلصنا من عهد عون ودخلنا في عهد عون؟ مسألة شكلية، تشابه بالاسم واختلاف بالمضمون ممكن، لكن ليس سهلا أبدا هذا التكرار. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا، زوروا موقعنا grandlb.com ومنصاتنا على مواقع التواصل.